السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. مع بداية الأسبوع وعودة النشاط والحيوية، نلتقيكم في برنامج أخباركم الذي نرصد فيه الأخبار المهمة المتداولة في المجتمع. أرحب في البداية بأخي وزميلي عبد الحكيم السيف، أهلا وسهلا بك. حياك الله يا محمد، وإطلالتك معنا في يوم الأحد إطلالة رائعة. الله يسلمك. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وطاب مساءكم بكل خير. انطلاقة جديدة وقطاف جديد من الأخبار المحلية المهمة نقدمها في قالب سريع وخفيف على مدى نصف ساعة تقريبا من الآن. وأنتم مدعونا مشاهدينا ومتابعينا الكرام على المشاركة في هذا القطاف الإخباري من خلال رصد ما ترونه من أخبار وقضايا بكاميراتكم الخاصة، ومن ثم إرسالها على الرقم الواتساب الذي تم إنشاؤه خصيصا لكم، والرقم هو 05199988. رقم جديد ولزيادة في التواصل، رقم واتساب سهل الإرسال، سهل التواصل من خلاله. نتمنى إن شاء الله أن نشاهد مقاطع ونشاهد كذلك بعض القضايا التي تطرحونها من خلاله. أيضا كذلك لا ننسى إرسال المقاطع عبر الرابط الذي يخرج بين وقت وآخر في ثنايا الحلقة، الذي كذلك يستقبل مقاطعكم والأحداث التي تنقلها لنا لننقلها لكم ونبثها في هذه الحلقة. عبد الحكيم، اليوم البداية إن شاء الله بحيوية ونشاط وأخبار إيجابية. بإذن الله، بإذن الله. الخبر الأول في هذه الحلقة ونبدأها كما ذكر أخي محمد بخبر إيجابي. تعودنا كما تعودنا عليه في هذه الحلقة بعد رسالة تلقاها منه بخط بيده تعبيرا عن فرحته وتمكنه من القراءة والكتابة. مدير تعليم جازان يفاجئ الطالب السبعيني المسن محمد بن يحيى متجاوزا أميته بزيارة لمنزله. حرص المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى الحكمي على زيارة مواطن سبعيني، بعث له برسالة كتبها بخط يده تعبير عن فرحته الغامرة بتجاوزه أزمته مع الأمية وهو في سن 76. فقد فاجأ مدير تعليم جازان الطالب المسن محمد بن يحيى خبراني بزيارته في منزله بقرية أبو الجوهة بمحافظة أبو عريش لتهنئته على تجاوزه مرحلة الأمية
وتمكنه من إتقان القراءة والكتابة بيسر وسهولة. هذا وأعرب الحكمي أن الرسالة التي بعثها المسن محمد خبراني المكتوبة بخط يده أكبر دليل على إجادته للكتابة، وعبرت عن فرحته بأسلوب جميل مشيدا بقوة إرادة المسنين على التعليم في هذا السن وقناعتهم بأهميته. إن شاء الله تبارك الله. وقد أرسل الطالب المسن السبعيني رسالة بخط يده إلى وزير التعليم يقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، مدير التعليم بمنطقة جازان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أقدم لكم معروضي هذا وفيه أفيدكم. لقد التحقنا بمحو الأمية في مدرسة أبو الجوهة، وقد قام الأستاذ يحيى حسن دبش بجهد وإخلاص، وقد تعلمنا الكثير ولله الحمد، نقرأ القرآن ونكتب الكتابة ونطلب التوفيق من الله والنجاح، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. بالفعل محمد من سار على الدرب وصل، والأمنيات تتحقق بالمثابرة والجد. أيضا حتى صاحب الطموح والإرادة لا يلتفت أبدا للعوائق والمثبطات. ما شاء الله في السن 76 ما شاء الله تبارك الله. أعزائي المشاهدين، من خبر إلى آخر، مبتعث يضيف أيقونة جديدة للوحة المفاتيح لحماية أمن المعلومات، حيث سجل السعودي في سجل المبتعث السعودي في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في تخصص هندسة البرمجيات الدكتور ظافر بن علي دغش الحلافي إنجازا بإضافة أيقونة جديدة تضاف على لوحة مفاتيح أجهزة الحاسب الآلي تحت مسمى برايفسي بوتون لحماية أمن المعلومات، منحته جامعة دايموند فورت البريطانية درجة الدكتوراه. وجاءت دراسة الحلافي للتركيز على إزالة الغموض عن الخصوصية والأنظمة السرية الموزعة، لا سيما في ظل تزايد المخاوف حول انتشار ظاهرة انتهاك الخصوصية والسرية للأفراد والمؤسسات والمنظمات حول العالم. وللحديث أكثر عن هذا الإنجاز معنا على الهاتف من لندن المبتعث الحاصل على الدكتوراه قريبا وصاحب الإنجاز الدكتور ظافر بن علي الحلافي. السلام عليكم دكتور ظافر. السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك دكتور ظافر، نبارك لك حصولك على درجة الدكتوراه. الله يبارك فيك وشكرا مقدما
الله يسلمك. بالنسبة لإضافة الزر أمن المعلومات أو زر الحماية، ببساطة بدنا أن تشرح لنا باختصار كيف سيتم الاستفادة من هذا الزر. أولا أخوي أمسي عليكم بالخير وشاكر لكم على الاستضافة من برنامج اختبارتكم في قناة المجد. الحقيقة مثل ما ذكرت في المقدمة هناك يعني قلق متزايد حول انتهاك خصوصية المستخدم للأنظمة الموزعة على شبكة الإنترنت من خلال عدة أجهزة. الطريقة كانت من فضل الله سبحانه وتعالى فكرة بدأت فكرة صغيرة وبدأت من الحاجة حول المشاكل الحالية اللي صايرة في أكثر بلدان العالم وليس خاصة بالسعودية، وتم تطبيقها ككيس استدي في المملكة العربية السعودية. وبهذه المناسبة اسمح لي أن أشكر الحقيقة اللي هو المؤسسة العامة للتدريب التقني المهني وأيضا شركة الإسمنت الشمال أيضا الجمارك السعودية في تطبيق هذا المشروع عندهم. وبعد ما سويت تطبيق الصورات معهم والمقابلات ظهرنا بأنه تعتمد على استراتيجية في تطوير حول استراتيجية تطوير المستخدم أو خصوصية المستخدم كيف خلقها. وجدت أنه هناك في مشاكل عدم اللي هو حماية المعلومات أو المعلومات الشخصية مثل الاسم، المعلومات الصحية، المعلومات الهوية الوطنية إلى آخره. في ظل الانتشار المتزايد للأجهزة الإلكترونيات الآن حول العالم تجد في كل مكان، يعني من أول كنت تجد أنه في فايل أو فايلين أو جهاز واحد معلوماتك فقط. الآن مع الأنظمة الموزعة تجدها حول العالم. من ضمنها على سبيل المثال كان هناك انتهاك الخصوصية في بريطانيا عندنا هنا قبل تقريبا 3 أشهر. حصل هذا الموضوع وسردت معلومات
ما شاء الله تبارك. دكتور ظافر، رسالة منك توجهها للمبتعثين بحيث يكون يعني المثمرين ومتميزين وأيضا يعودون للوطن مثل هذه الابتكارات ومثل هذه الإبداعات؟ يعني هذا أحد المبتعثين هنا اللي تشرفت إني أكون ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله رحمه الله والآن الملك سلمان رحمه الله كريم. والدولة ما تقصرت علينا، هذا يعني نماذج مميزة جدا جدا من قد كنا قبلهم. أيضا دعم السفارة، دعم الملحقية، يعني كل السبل مهيئة لنا متوفرة من وطننا الغالي. وفي لنا نماذج نفخر بها جميعا انه فعلا نحن بنبنى الوطن. انا صراحه في كتاب انا اللي انصح فيه انه الانسان يطور الفكره مهما كانت نوعها. الفكره تبقى صغيره تتوارد من هذه الافكار. انا ما اقصد ان تخرج بالعزيز، انا اعتقد لو في اشياء ما اقدر اصرح فيها اكثر حتى اسجلها هنا بوراق تخترع. لما ناقشت في مناقشه الدكتوراه كان من ضمن التوصيات الجسد انها تكون براءه اختراع. في الجامعه قدمت لحد حاليا هنا في عندنا في دمشق انه تسجل براءه اختراع، لازم في تطويرها حتى تتحول الى منتج ان شاء الله. واتمنى باذن الواحد الاحد انه في وضعات تجدها في جميع الاجهزه، تجد هناك زر اسمه زر الخصوصيه او البرايفسي. ان شاء الله. الدكتور ظافر، مرة أخرى نبارك لك حصولك على درجة الدكتوراه ونشكر لك مداخلتك معنا في البرنامج. إلى خبرنا التالي، رجل سعودي يعيش حياة الوحوش منذ 4 أعوام بحوطة بني تميم، ومصور مقطع الفيديو يناشد المسؤولين سرعة إنقاذه. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل منعزل يعيش حياة أقرب إلى البرية الوحشية بحوضة بني تميم. ويظهر المقطع مصور الفيديو وهو يقدم الطعام للرجل المسكين يدعى أبو حمد، مطالبا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وزير الدفاع بنجدة الرجل وإرساله لإحدى المستشفيات للعلاج. كما تضمن المقطع حوارا قصيرا بين مصور الفيديو والرجل المنعزل في الصحراء منذ 4 سنوات، يبدو
نشاهد هذا المقطع ثم نعود. يا ابو حمد مساك طيب. الله حيك طيبين. الله يسلمك. تفضل. كيف الحال؟ طيب. فيك يا ابو محمد يقول لك اكثر من ثلاث سنين وانت تنعل في هذا الغرف حسب ما شفت ابدا بالشعير وعند البن عند كبل تسكن هنا بالليل في النهار في ذا البرد ما يجيك برد هنا بالليل برد الله يعافيك تبي شيء ولا شيء ابو حمد على المملكة بمشيئة الله تعالى حيث
توقعت الأرصاد أو الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تستمر السماء في المملكة بين غائمة جزئيا إلى غائمة ليوم غد على طول القطاع الغربي تشمل المرتفعات الجنوبية الغربية نجران جازان عسير الباحة ومنطقة مكة المكرمة الطائف وحتى الأجزاء الجنوبية لمنطقة المدينة المنورة تمتد حتى وسط وشرق المملكة لتشمل مناطق الرياض القصيم والشرقية والأجزاء الجنوبية لمنطقة حائل مع فرصة لهطول أمطار الرعدية على تلك المناطق حيث تسبق الأمطار نشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية وليستبعد تكون الضباب على المدن الجبلية من جنوب المملكة وأجزاء من سواحل المنطقة الشرقية وللحديث أكثر عن هذه التوقعات وعن الحالة الغير مستقرة ينضم إلينا في اتصال هاتفي الأستاذ حسين القحطاني مسؤول بهيئة الأرصاد أرحب بك أستاذ حسين أهلا وسهلا حياك الله أستاذ حسين وتشرفنا بمداخلتك معنا في الحلقة حدثنا أستاذ حسين عن المؤشرات ما هي المؤشرات للحالة المناخية وهل هناك ثبات على الحالة أم هناك تغيرات لجهة معينة أو فرصة أكبر لجهة معينة نعم نحن في الربع الأخير من فصل الشتاء هذه الحالة عدم الاستقرار التي تؤثر على مناطق المملكة كما أشارت لها الرئاسة في تقريرها الذي بثته يوم أمس وأشارت إلى أن حالة عدم الاستقرار تبدأ من اليوم الأحد وتنتهي يوم الأربعاء إن شاء الله رياح نشطة تصل في سرعتها إلى 50 كيلومتر في الساعة تؤثر على مجمل مناطق المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية المضطرة على المناطق الشمالية والشمالية الشرقية والوسطى وأيضا المناطق الغربية امتدادا على مرتفعات الطائف وحتى جازان والفرصة مهيئة بمشيئة الله لهطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة خاصة على مناطق شمال المملكة وحفر الباطن وأجزاء من المناطق الداخلية لمنطقة الرياض هذه الحالة أيضا تدخل معنا في الهوائية بعد المساء يوم غد إن شاء الله تساهم في انخفاض معدلات درجات الحرارة والتوقعات تشير أنها آخر موجة باردة تؤثر على أجواء المملكة في فصل الشتاء لهذا العام استعدادا للدخول المرحلة الانتقالية بمشيئة الله والتقلبات المتسارعة في فصل الربيع
استاذ حسين، هل هناك يعني تحذير لسالك الطرق من ان يعني هذه الحاله قد تؤثر في الطرق التي يعني يتجهون من خلالها من مدينه الى مدينه؟ هل هناك تحذير من نوع آخر على طرق معينة بألا يسلكوها أو يعني يتوقفوا عن المرور بها في تلك الفترة؟ لا شك أن المرابط المفتوحة هي أكثر تأثراً بالحفاظ مدى الرؤية لأقل من 1 كيلو، خاصة على المناطق الطرق السريعة ما بين المدينة المنورة ومنطقة مكة المكرمة وأيضا مكة المكرمة وجدة والقصيم ومنطقة الرياض ومنطقة الرياض والمنطقة الشرقية التي قد تشهد انخفاض في معدل الرؤية بشكل واضح، ولذا دعت الرئاسة في تقريرها إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب السفر عبر الطرق السريعة إلا بالضرورة القصوى نظرا لانخفاض معدلات الرؤية اليوم وغدا إن شاء الله. أستاذ حسين شكري لك مداخلتك معنا، وأتمنى لك إن شاء الله يعني نتمنى أن نلقاك إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله. مشاهدينا الكرام، وإلى خبرنا التالي، وهذه المرة من داخل الكواليس أحد مطاعم الشاورما، حيث تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مرئيا يظهر عاملا بأحد المطاعم في محافظة الخرج يقوم باستخدام سكين الشاورما في تنظيف حذائه، ولقي المقطع استياء واسعا من قبل رواد مواقع التواصل، فضلا عن عدد من أهالي الخرج مطالبين البلدية بمعاقبة المطعم والعامل. دعونا نشاهد المقطع ثم نعود للتعليق عليه. وفي استجابة سريعة من المسؤولين قامت البلدية بإغلاق محل الشاورما كما تشاهدون في هذا المقطع. طبعا
من مصادرنا في بلدية الخرج يفيد بأن المحل أغلق لمدة 4 أيام وغرم المحل بمبلغ 7500 ريال، وتم التعامل مع العامل بتسفيره نهائيا. وكما يعني أفاد العامل قبل يعني أن تصدر في حقه العقوبات بأنه لم يكن يستخدم الأداة الخاصة بالشاورما، بل كان يستخدم أداة يستخدمونها في التنظيف وهي مشابهة التي تستخدم في الشاورما، طبعا بشكل عام المنظر غير جيد بالنسبة للزبون وكذلك لمن يشاهد المقطع. بلدية الخرج كذلك أفادوا بأن المقطع يعني هم اتجهوا إلى المطعم وتم عمل الإجراءات معهم بناء على المقطع، ولم تردهم يعني مكالمة أو شكوى من هذا المطعم إلا على المقطع، وهذا يعني دور إيجابي في أن الجهات الرسمية أصبحت يعني تباشر الحادثة بمجرد ما تشاهد المقطع بعيدا عن الأمور الرسمية بشكل عام. إيش رأيك في مثل التصرفات هذه؟ يعني هل هي مثلا حقد أو استنقاص أو بعيدا عن التصريح من بلدية محافظة الخرج؟ أذكر أن كنا في خبر من الأخبار أن الزجاج التي توضع بين المطبخ مطبخ الطهي وكذلك الزبون أنها ضرورية من أجل رؤية ما يطبخ أمامه، وأيضا ملزمة للبلديات مثلها. صحيح صحيح، وهذا يدعونا يعني يدعونا بشكل كبير بعد أن يعني تعرفنا على العقوبات التي صدرت، وربما البعض يقول يعني العقوبات لا تكفي، لكن يكفي أنها صدرت عقوبات وبشكل سريع يعني لمدة تقريبا يومين أو على المقطع، وصدر هذا القرار يفيد بأن إن شاء الله في تفاعل والمجتمع يستطيع أن يحرك الأمر بشكل كبير. ما زلنا مستمرين معكم مشاهدينا، وإلى خبرنا التالي. تشابك بالأيدي بين 2 من الخيالة بميدان الفروسية بالقريات. نشبت مشاجرة في ميدان الفروسية بمحافظة القريات بين أشخاص أثناء أحد أشواط السباق الفروسية، وتدخلت الشرطة وفضت المشاجرة وألقت القبض على المتشاجرين. وذكر الحضور أن سبب المشادة أن أحد الخيالة أثناء السباق قام بضرب الآخر بالصوت بدلا
من أن يضرب حصانه في حركة غير أخلاقية. فبادر الآخر بالاشتباك معه بعد السباق، وحدثت بعدها حالة فوضى. دعونا نشاهد هذا المقطع وما هي المسببات التي أحدثت هذا الشجار. هذا وقد قدم مدير ميدان الفروسية الاعتذار عن الذي حصل، وقال: نقدم اعتذارنا لجمهور الفروسية الكريم ولضيوفنا الأعزاء عن الشجار الذي حصل بين اثنين من الخيال، وسوف يطبق بحقهم النظام حسب لائحة العقوبات. رأيك الحكيم؟ مثل هذه الرياضات وإن كانت شريفة، لكن طبعا ما يشوهها وما يسبب المشاكل فيها هو الخروج عن الروح القواعد أو عن الروح الرياضية، وهذه بلا شك في كل ميدان تسبب المشاكل. إلى خبرنا التالي، وزارة الداخلية تطلق تطبيق الهواتف الذكية كلنا أمن. فقد أعلنت مديرية الأمن العام عن إطلاقها لتطبيق كلنا أمن على الهواتف المحمولة، والذي يهدف لجعل المواطن والمقيم جزءا من منظومة أمنية تقنية تفاعلية تبدأ به وتنتهي إليه. وقالت الوزارة إن ذلك يأتي في إطار سعيها إلى الاستفادة مما تقدمه التقنية الحديثة من يسر وسهولة في عمليات التواصل، واستثمار ما تحتله تطبيقات الهواتف الذكية من مكانة مميزة في عالم التقنية من خلال سهولة استخدامها وسعة انتشارها وسرعة في الوصول إليها، مما يرفع قدرة رجل الأمن في سرعة التعامل مع البلاغات الأمنية ويوفر الجهد على المواطنين والمقيمين. دعونا نتابع المقطع الفيديو الذي يعلن عن التطبيق
سمعت أصوات غريبة في شقة جاركم أبو فيصل اللي طالع البر هو وعياله. وأنت يا أبو فيصل لو إنك لاحظت حادث مروري في طريقك أو حتى لاحظت شخص يستخدم جواله وهو يتمايل بالقيادة أو سرعة عالية ولا حالة سرقة في أحد المحلات التجارية اللي هناك أو أي شيء يهدد أمن الوطن، كيف تتصرف؟ كيف تقدرين تساعدين؟ وكيف تكون رجل أمن تحمي وطنك؟ كلنا أمن، وهو عبارة عن أداة تحول المواطن أو المقيم إلى رجل أمن يساعد في تسريع عمليات الإنقاذ وتقليل نسبة الأضرار والخسائر. ما عليك إلا أنك تحمل تطبيق كلنا أمن على جوالك وتبلغ عن أي مشكلة أو حادث صار حولك، حتى لو ما كنت متأكد وعندك شك تقدر تبلغ عن طريق تحميل صورة أو فيديو أو حتى ملاحظة صوتية، وبيستلم البلاغ واحد من المشرفين في غرف العمليات 39 المنتشرة في مناطق المملكة عشان يتخذ الإجراء اللازم. بيتعاملون معها بسرية واحترافية تامة. وغير كذا تقدر تحدد أقرب مركز شرطة وتطلع على البلاغات وتتابع حالة كل بلاغ. كل هذا في أي وقت وأي مكان بشكل إلكتروني، وبكذا تكون ساعدت في حفظ أمن واستقرار مجتمعنا. المواطن هو رجل الأمن الأول، كلنا أمن. بعد هذا التطبيق نسأل الله سبحانه وتعالى يديم علينا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. إلى هذا الخبر الطريف، طالب يبتكر حيلة لاصطحاب جواله داخل المدرسة بعيدا عن أعين إدارة المدرسة. لجا أحد الطلاب لابتكار طريقة من أجل اصطحاب الهواتف النقالة إلى داخل المدرسة بعيدا عن أعين إدارة المدرسة. وكشف الطالب حيلته لإخفاء الهواتف النقالة داخل علبة العصير ومن ثم يتم إغلاقها بطريقة محكمة بحيث لا يمكن كشفها من قبل الإدارة. دعونا نتابع المقطع ثم نعود. بعدين ترفع
بهذا المقطع الماكر ننهي حلقتنا في هذه الليلة. لقاء بكم إن شاء الله يتجدد في الحلقة القادمة غدا بإذن الله. لنا لقاء بكم، نستودع.